اهلا وسهلا بيكم في وصفه جديده من وصفات الفراخ. هنعمل النهارده شيش طاووق. حلقتنا النهارده شيش طاووق، هنعمله مشوي ومقلي. طبعا المشوي احنا متعودين عليه وعملناه اكيد اتعمل كتير يعني، بس النهارده انا هعمله كده شويه على طريقه تركي حبتين. المقلي بقى هو متهيالي جديد شويه، خلينا نشوف هنعمل ده ازاي وده ازاي. الفروق بسيطة جدا بس بتفرق في الطعم وبتفرق طبعا في الشكل والتقديم. هنجيب كده هنا هنتبل فيهم الفراخ بتاعتنا، بس خلينا نقول مقاديرنا مع بعض. المقادير هي انا جايبة وراك فراخ بس مخلية. الشيش الحلو فيه انك تعمليه بالوراك مش بالصدور، الصدور بتفتل، الوراك بتبقى طريه وبيبقى طعمها احلى في الشيش، سواها احسن في الشيش طاووق وبتبقى لذيذه جدا. فانا جايبه الوراك، طبعا هو الجزار هو خليها لي، لكن انا قطعتها كده مكعبات او مربعات تقريبا حجمها كده، على اساس ايه تبقى حلوه في السوى وبرده يبقى شكلها لطيف في الاسياخ. طيب عندنا بقى مقادير التتبيل. مقادير التتبيل هي زبادي، استخدم زبادي في الشيش المقلي وفي الشيش المشوي. يعني عندي زبادي، عندي صلصة برضو هستخدمها عامل مشترك في الطبقين، عندي ثوم، الثوم بقى هستخدمه بس في الشيش المشوي، وكمان هستخدم مية بصل في الشيش المشوي. اما في المقلي هستخدم البصل المفروم الناعم زي ما انتم شايفين كده مش المية. عندي كمان ايه بابريكا وبهارات فراخ. يبقى كده المقادير سهله وبسيطه معانا، وصلت المعلومه وتوصل اكتر وانا بنفذ قدامكم خطوه خطوه. عندي بقى طبعا هستخدم في سياخ الشيش طاووق المشوي فلفل اخضر وبصل متقطع كده مكعبات وطماطم شيري وكمان عصير الليمون. نبدا كده مع بعض، بسم الله نشوف هنعمل ايه. انا هتبل قدامكم دلوقتي الشيش، دي الكميه كلها اللي هستخدمها في الطبقين. فخلينا كده ايه نقسمها قسمه العدل. الفراخ كل ما خليتيها ما فيهاش ميه يعني تتغسل كويس وتتصفى قوي، ما تدلقيش كده، عودي نفسك يعني طبق التتبيله، لان مهما كان انت مصفياها كويس هيتبقى شويه ميه زي اللي انتوا شايفينهم دول، فدول بيأثروا على ان الفراخ تاخد من طعم التتبيله كويس. اوكي هنيجي بقى ايه، خلينا ايه متفقين ان هنا مثلا وليكن المشوي وهنا المقلي. هننزل بقى ايه بالبهارات اللي هي كده كده عامل مشترك في الاثنين. ادي بهارات الفراخ وادي البابريكا. نيجي بقى ملحي، اوكي فلفل اسود، ممكن كمان نحط ايه كزبرة تبقى حلوة، رشة كده بس ايه بسيطة. هستخدم رشة زيت زيتون للشيش طاووق المشوي، لكن المقلي لا. نيجي برضو ايه الليمون هنا وهنا، الصلصة هنا وهنا، الثوم في المشوي بس، اوكي ميه البصل في المشوي بس، اما البصل المفروم ناعم في المقلي هيبقى بيدي طعم كده برضو مع البيض والبقسماط بيبقى لطيف. نجيب بقى هنا زبادي، هو الزبادي هيكفي لي الكميتين، مش محتاجه استخدم الزبادي ده برضو خلاص. عايزين بقى نقلب الكلام ده كويس
كده نيجي برضو هنا نقلب كده كله يبقى ايه متجانس مع بعضه. كده انا كله تمام. هركن بقى الشيش اللي هقليه، مش محتاجاه دلوقتي علشان اللي دلوقتي هجهزه هو الشيش المشوي ان شاء الله. خلينا بقى كده ايه نجهز بالصينية اللي هندخلها الفرن. نجيب طبقنا ده كده علشان ده خلاص مش محتاجينه. نوسع الدنيا من حوالينا كده علشان نظبط على قد ما نقدر. اوكي خليكم انتوا بقى جنبي، انتوا اللي هحتاجكوا حاليا البصل والفلفل الاخضر والطماطم التشيل. طب نيجي بقى هنا ايه نجيب سياخنا الجميله نحطها جنبنا ونبدا بسم الله. خلينا ايه نحط قطع الفراخ كده واخده ايه حقها في السيخ علشان كل ده بيفرق في التسويه. نعمل كده واحده واحده لحد ايه ما نخلص الكميه بتاعتنا كلها. ممكن ده يكون جاهز كده. هو الموضوع بقى ايه انا عملت بايديا علشان الجوانتي مهما كان يخليكي ايه مش عارفة تتحكمي في الموضوع كويس. خلينا بقى ايه كده بايدينا زي ما بنعمل في مطبخ البيت. شيش طاووق اساسا بيبقى لطيف، الولاد بيحبوه علشان كل واحد كده بياخد بقى السيخ بتاعه ويتعامل. هنقعد بقى ايه نجهز كده كل الاسياخ بتاعتنا لحد ايه ما الكمية تخلص. فخلينا بقى ماشيين ايه كده خطوة خطوة مع بعض. كل ما اجي امسك السيخ يطلع من ناحية الظهر مش البوز. انا عارفة ان انتوا ممكن تكونوا جربتوا الشيش طاووق اكتر من مرة، بس غالبا كل الناس بتعمله بالصدور، لكن لو جربتوه بوراك الفراخ المخلية هيفرق جدا جدا في الطعم. هيستوي برضو ايه اسرع واحلى. سبحان الله، هو الورك دايما الناس بتستلطفه حتى للاطفال لان هو بيبقى طري وما بياخدش سوا كتير، رغم ان هو بينضغ شوية. يعني انا من وجهة نظري ان الصدر على ان ما بالرغم ان هو بيبقى مفتل، صدر الفرخة بيبقى مفتل شوية معروفة يعني، لكن هو بيبقى ايه سواء اسرع من الاوراك. هي يعني ربنا مدينا في حاجة واحدة بس هو خلقها لنا حاجتين، لحم ابيض ولحم احمر. يعني حتى كمان اما اكيد كل الناس اللي جربت تعمل دايت قبل كده او بتاعي يقولك لا خليكي ايه في اللحم الابيض بتاع الفرخة، يعني الصدر فيه دهون اقل. فالكلام ده يعني برضو
لو بصينا له من وجهة نظر صح هنلاقيه انه برضو قدرة ربنا في خلقه في كل حاجة. خلاص انا هعمل شيش واحد كمان بس علشان نكون ايه ما طولتش عليكم، وعلى قد الكمية اللي انا عملتها برضو. ايه واحدة واحدة كده زي ما انتم شايفين، كلها خطوات سهلة وبسيطة. يا سلام بقى لو جهزتي اسياخك دي من بالليل وحطيتيها كده في الثلاجة، وتاني يوم وقت الغداء سويتيها في الفرن، هتبقى بقى ايه تدوقي وتدعيلي، هتبقى جميلة جدا. خلينا بقى كده ايه نتخلص من ده، نغسل ايدينا. انا محتاجة ان انا انظف الدنيا هنا شوية كده، خلاص دول مش محتاجاهم دلوقتي. هنرجع بقى ايه نحط الاسياخ هنا في الفرن اللي هو طلع الخشبة اطول من الفرن من الصينية سنة. خلينا ايه نعمل كده، هنرص بقى الشيش في الصينية وتدخل الفرن حوالي 40 دقيقة، ونطلع فاصل ونرجع نشوف هنعمل في الشيش المقلي ايه.